في ظل إجراءات أمنية مشددة شاركت فيها قوات من الشرطة والجيش معاً، عقدت الجلسة التي دامت لما يقرب من ساعة ونصف الساعة، وكانت قد سبقتها تصريحات للمشير محمد حسين طنطاوي مفادها أنه سيحضر تأكيداً على سيادة القانون. هذا الخبر أشاع حالة من الارتياح، فظهور من هو على رأس المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد كشاهد في أهم قضية تنظر أمام المحاكم المصرية الآن كانت له ردود أفعال إيجابية. حضوره اليوم يعني أن مصر بدأت مرحلة جديدة بعد الثورة فيها تعبر عن سيادة دولة القانونية لتفعيل سيادة القانون والمساواة بين كافة المواطنين. لكن شهادة المشير كانت لها تبعات غير متوقعة، إذ قدم عدد من المحامين المدعين بالحق المدني طلباً برد المحكمة، أي تنحية المستشار أحمد رفعت عن نظر القضية، وقال بعضهم إنهم منعوا من دخول الجلسة، وقال البعض الآخر إنه لم يقدم لهم الفرصة لسؤال الشاهد. وفي ظل حذر النشر حاول البعض أن يقدم شرحاً لما جرى في حدود المسموح به. الجلسة بدأت تقريباً 9 إلى ربع 9:10 وانتهت 10:30 10:30 كده يعني. المحكمة هي اللي وجهت الأسئلة، المحامين عن المدعي بالحق المدني وجهوا أسئلة، المحامين عن بعض المتهمين فقط عن حبيب العدلي وجه أسئلة، والمحكمة تحفظت عليها يعني أثارها في محضر الجلسة إنما لم تسأل لسيادة المشير يعني. وكما هو الحال في كل جلسات محاكمة الرئيس السابق، تجمع عدد من مؤيديه وعدد من أهالي ضحايا الأحداث التي صاحبت الثورة، تجمعوا أمام المحكمة ولكن دون اشتباكات. جلسات يحذر نشر ما دار بها، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أدلى بشهادته الهامة اليوم، فهل يعرف المصريون قريبا من الذي أطلق الأوامر التي أدت إلى قتل المتظاهرين؟ عز محي الدين، BBC، القاهرة.